ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو النهارده من قناه فيست ونبه. النهارده يا جماعه هنلعب مع بعض لعبه بلانس فيرس زومبيز للمره الثالثه في القناه دي. هنبدا من المرحله 2 1 تقريبا كان اسمها، فهنشوف هيحصل فيها ايه. فخلونا نجيب اللعبه في السريع، هي لازم تتجاب كده. معلش، فين اللعبه؟ اهو، ونعمل كونتينيو ونبدا من نبه. ماشي، المفروض لو تفتكروا كنا واصلين مرحله ان احنا بالليل ولازم نحط سان فلاورز كتير. ها، وطبعا زي ما انتم سامعين المزيكا ما اتغيرت خالص دلوقتي، فانا مش فاكر دول كانوا بيعملوا ايه الصراحه، فخليهم دلوقتي. او لا، تعال نحط واحده هنا. اوكي، انا حطيتها في مكان غلط خالص، بس مش مشكله، اصلا عادي. طبعا مفيش شمس، فما فيش شمس بتنزل من الشمس، فانتوا فاهمين حاجه. فاحنا لازم نحط ماين هنا احتياطي، ونحط دي هنا. مش عارف دي هتضربه من هنا ولا لا، مش عارف دي تضرب من كام بلوك. اه، بتضرب من هنا. حلو قوي، يعني دي بتضرب من اربع بلوك. ماشي 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 ماشي. تعالى نعمل صف كامل منها. ايه ده، انا كنت فاكر المقبره دي بتوقفهم. الو، وانا ممكن اشيل ده؟ ايه ده، ده انا ما ينفعش ابني هنا. اوكي، ده انا ما كنتش فاكر الحوار ده خالص والله العظيم. طب مش تنزلي حاجه ثانيه ولا ايه؟ والله بجد البتاع دي ايوه، نزلي حاجه ثانيه. بس نحط سان فلاور ثانيه. ماشي، حط دي هنا. مش عارف دي هتلحق تموت ده ولا ايه. تلحقي؟ ايوه، بس عاش ذوب عاش ذوب عاش ذوب. حلو قوي. طيب تعالى نحط واحده كمان هنا، عشان دي مكانها مش عاجبني الصراحه، وهنستنى برضو الحاجات دي تطلع تاني، لان للاسف محتاجين منها كتير. احنا نحط واحده كمان هنا، يلا نعمل صف كمان. بس كده عندنا ثلاثه سان فلاورز، يعني المفروض ننجز شويه بقى في الاداء يعني، ولا ايه؟ تقريبا، ولا ايه؟ والله نحط واحده كمان هنا. انا عايز اخلي كل الصفوف دي فيها اتنين، يعني ده اوريدي فيه اتنين فكويس. حط واحدة كمان، حط واحدة كمان سان فلاور. يلا يا عم، يلا، محدش واخد منها حاجة. المفروض يضرب مع ده. أنا كده، اديله اديله، عاش ماشي. واحدة بقى كمان فوق، بس كده احنا ماشيين كويس قوي كده. احنا ايه ده، ايه اللي طلع ده؟ ده واحد صاحبي بيلعب، ولا ده واحد صاحبتي، والله ما اعرف مين ده. أنا والله لازم صحابي الولاد بيحطوا أسامي بنات وبيحطوا صور بنات في ستيم، أنا ما بفهمش الحوار ده ليه. تقريبا عشان بيلعبوا أونلاين، يكونوا بيلعبوا حاجة زي سي اس جو كده، يجي لهم حاجات ببلاش، ده اللي أنا فهمته يعني. بس ماشي. ايه ده، الفلوس دي؟ يقولوا لي حوش فلوس عشان تشتري حاجات روشه. حاجات روشه ايه يا اسطى؟ حاجات روشه ايه والله؟ تعالوا نحط هنا اربعه، نبدا بقى نقل ادبنا بقى، نحط سان فلاور كمان. يلا، ايه ده؟ هيجري جامد صح؟ افتكرته الراجل ده بيتعصب قوي لما حد اسمه ايه ده يبوظ الجنون بتاعه. نحط هنا واحده كمان. ماشي، انتوا واخدين بالكم بان نطلع شمس بسرعه ازاي؟ ده شيء كويس جدا. ماشي، حط واحدة كمان هنا. ماشي، حط لي واحدة من دول هنا. والله العظيم طلعنا جامدين اقسم بالله. الليل بقى، الصبح بقى، ايا كان، وي ار فيري جود بيبول، فيري فيري جود بيبول. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل من دول تاني. ما نحط هنا تاني صحيح، ايه الهبل اللي هنعمله ده؟ ايوه، حط لي واحدة هنا كمان. ماشي، عش 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 ماشي ماشي. واحدة كمان هنا. عايز سان فلاور كمان، امسك يا سيدي سان فلاور كمان. يلا بينا، مش هنقول لك لا. هنعرف نعمل بي شوتر كمان، حط واحده كمان من دي هنا، حط لي بي شوتر هنا. والله احنا ماشيين كويس قوي. عايزين بي شوتر كمان، عايز المنظر يبقى متناسق في كل حته. بليز خد هنا اربعه. ايه ده؟ الو، انا ناسي الحوار ده يا ولاد الذين مغفلتيه. والله اتغفلت، انا فعلا اتغفلت. طب حط لي بقى دي هنا بقى. يلا بقى، ما هو غباوه بغباوه. يلا بينا. ماشي، حط لي بقى واحدة، بس مالهاش لازمة هنا الصراحة. حط ده هنا وخلاص. يلا، وأنت تعالى هنا. يلا يلا يلا، و عايزين ننقذ ده. إيه ده، في اتنين هنا. المزيكا عاملة كده ليه؟ هذا غير هيكسبنا كده خلاص. يلا، خد سان فلاور هنا، وخد دي هنا، وخد دي هنا، وخد ده هنا. في حاجة تانية ولا خلاص؟ طيب هات ده خلاص، كسبنا. إيه ده بقى؟ اعتقد ده بيطلع شمس؟ والله ما فاكر. gives a small sun at first and then normal sun later. بيديك شمس صغيره بعد كده شمس كبيره. ايه ده؟ هي ارخص. انت جمعت 260 دولار لغايه دلوقتي، لما تجمع 750 هبيع لك حاجه جامده جدا. ايه ده، مش فاكر الحوار ده، ومحدش فكرني بليز. بحب انا الحته اللي فاهمين. طب نحط اللي ببلاش، ونحط دي، ونحط بطاطسايه.
ونحط بي شوتر حط تاني ودي وده. يلا شايف الاختيار ده كويس ولا لا؟ بس هنشوف دلوقتي. في هنا ثلاثه شيء. اوكي ماشي 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 ماشي. طب نحط واحده من دول هنا عشان نفهم بس. خلي ده دلوقتي نشوفها ولا احط ده هنا؟ مش هتفرق. اوكي اديتني شمس صغيره فعلا دلوقتي. ماشي حطيت بقى واحده ثانيه منها. ما اعرفش حط بقى واحده هنا. الزومبيز فين؟ اهي جت اهي. دي مرحلتين او على مرحلتين. تمام طب كويس احنا حطينا دي هنا. حط واحده كمان. يلا هنعمل صفين. هنعمل الصفين دول مشرومز بنفسجي. طب انا عايز تاني يا جماعه شمس اهو. يا لهوي عايزين. لا عايزين من دي. حط واحده كمان هنا. عايزين سان فلاور. فنستنى ده يخلص ويطلع لنا سان فلاور. فاكس المشرومز الصغيره دي والله فاكس قوي. مش هتفيدنا ولا هتودينا. يا نهار ابيض على اللي حصل فيا. يا نهار ابيض على اللي حصل فيا. استنوا باجي. يا نهار ابيض. ايوه حط دي في بسرعه. اوكي لحقنا نفسنا لحقنا نفسنا لحقنا نفسنا. حط ده هنا. انت قتل بقى اصلا براحتك المفروض يعني. يلا اقتل معايا اقتل معايا بسرعه بس ما يحمل حاجه بس. بس كده عايش 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 عايش. انت كمان اقف هنا. ماشي اوكي تعالى كده. انا مش عارف حاسس ان المشرومز دي مش 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 عاجباني قوي. مش مبسوط بيها قوي يعني. مش عارف اللي هي المشرومز الصغيره دي. بس انا حاطط منها على قد ما اقدر لان هي رخيصه. ماشي حط لي سان فلاور كمان. حط ده هنا. حلو قوي. بس كده بقى نبدا بقى نفكر في البي شوتر الكبيره اللي لازم تتحط. انا لازم احط هنا دي معلش عشان هنا هيطلع زومبيز بعدين من دول من التوابيت دي. فلازم نخلي بالنا. حط لي شمس. حط لي حط دي هنا. ماشي انا عندي موقف بايخ دلوقتي والله العظيم. ماشي لا والله قشطه والله طب والله شطار والله العظيم شطار. نحط واحده ثانيه بس. اوه ما احتاجناش. اوكي طب خلي ده هنا. ايه ده المشرومز كبرت. اوه اوكي فهمت اللي فيها فهمت اللي فيها فهمت اللي فيها فهمت اللي فيها. ماشي 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 ماشي. تعالى انت هنا. حط لي دي هنا. اوكي بقول لكم احنا ماشيين جامد قوي والله العظيم ماشيين جامد جدا 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 بجد. فكويس ماشي. فعايزين بقى نبدا بقى نعمل دفاعات اقوى شويه. مش عارف ازاي يعني بس عايزين نعمل دفاعات اقوى شويه. عايزين نحط فيه شوتر هنا. نحط البطاطساي دي هنا دلوقتي وبعد كده نحط ده كمان وبعد كده نحط ده كمان. معلش انا بس عشان مش عايز بعد كده نحط ده بس كده. انا ما كنتش عايز يعدي للبي سبراوت فاهمه فاهمين فاهمه ايه. انا مقضي يومي كله مع دنيا اصلا فبتكلم بصيغه الفهم طول اليوم. ماشي نحط ده هنا وخلي ده هنا عشان تقريبا في واحد يتدمر مكانه. عايزين بقى نحط حاجه تحمي ده. نعمل ايه؟ نحط واحده من دي وراها بطاطسايه عشان بس هم يلحقوا بس يدمروه. بعد كده احط دي بس كده. دي دفاعات مهمه جدا. الوولنت دي مهمه جدا والله. طيب ما تيجوا بقى ايه؟ يوج ويف ها؟ تيجوا نشيل ده ونحط مكانه ده. ماشي وعايزين نحط واحده كمان. عايزين نحط واحده كمان. حط دي هنا بس بس كده ماشيين كويس. هو خدنا فلوس معانا 270. ماشي شيل ده وحط ده. خدنا فلوس تاني. اوكي كويس كويس قوي. ماشي كده خلصنا اول بيج ويف المفروض يعني. ممكن اعمل كده تاني واعمل كده. وكويس انا عملت كده. كويس قوي ان انا عملت كده. ماشي معانا شمس كتير قوي فماشي معانا حلاوه لغايه دلوقتي والله. بس المشكله دول شكلهم هيعدوا شكلهم هيعدوا. انا عايز دي تخلص بسرعه. الولنت دي عشان لازم نبدلها. لازم نبدل الولنت دي. لازم نبدل الولنت دي. قربت الكسر. ماشي انا جاهز ابدلها جاهز ابدلها.
اوكي بدلتها ماشي كويس قوي كده احنا ماشيين كويس. عارفين بقى احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نبدا نشيل سان فلاورز كده ونحط مكانها بي شوتر ونعمل كده برضو. بس انا بس دي تطلع بس تطلع لنا حاجه وبعد كده نبدلها. اظن احنا ممكن نعمل كده بسهوله يعني من غير ما نحس ان احنا ندمانين. انا بصوا معايا اصلا قد ايه انا مش محتاج كل دول يا جماعه. ايه ده انا معايا شمس كتير قوي والله. ماشي انا ممكن اشيل ده اصلا واحط ده مكانه تمام. وممكن بقى ابدا ايه احط كده تاني يعني. انا ممكن احط يعني انا محتاج اشيل دي احط مكانها دي. احنا كسبنا يا جماعه كسبنا بسهوله يعني مش محتاجين اي تعب. هو بس المشكله في الجريفز دي كانت تعبانه شويه بس اشتغل والله شكلي هعمل كده. يلا يلا ماشي. عايزين بقى نحط بي شوترز كمان هنا. هي دي ما فيهاش غير بي شوتر واحد فخلينا نحط غيره كده. ماشي نحط بطاطسايه كمان هنا. هنا دلوقتي احتياطي شيل ده وحط مكانه ده. هات الفلوس دي. والله العظيم ماشيه معانا كويس جدا جدا جدا. لا المشروم طلعت مهمه يا جماعه. المشروم طلعت مهمه وممكن نعيش بيها لوحدها كمان فلازم نعمل كده. ماشي ماشي في ويف كبيره جايه ولازم نهتم بالحته اللي تحت دي. فاول حاجه هعمل كده هحط هنا ماين وبعد كده هشيل ده واحط مكانه ده. فماشي وبعد كده هحط دي هنا. ماشي شيل ده وحط مكانه ده. وكمان شيل ده وحط مكانه ده. يلا شايفين منظر البتاع عامل ازاي؟ هات سكرين شوت يا ابني. منظرها جميل جدا اقسم بالله. ماشي البطاطسايه ما اضطرتش تنفجر فده كويس. خلاص احنا كسبنا. طب مش بتبقى غير الشيء ده. حتى ممكن احط له دي هنا فدي هتطلع وتفجره قبل ما دول يموتوه. على فكره بصوا ركزوا في البطاطسايه دي. هو مفيش غيره اصلا هو الوحيد اللي متبقى دلوقتي. قربت تطلع تقريبا البطاطسايه. هتطلع دلوقتي حالا وهتنفجر في وشه. يلا بقى ما تكسفنيش بقى. يلا قبل ما البتاع تقع. انا مش عايز حاجه تقع. ايوه فجري بقى بس خلاص. اوه ايه ده مشرومايه ب 75 حلوه دي. طب تعالى بقى نمشي مشرومز بقى. تعالى نفكس للسان فلاور ولا فاكس ولا بلاش يعني قصدي مش عارف. ايه ده؟ عندنا بقى اللي ماسكين السكرين دور دول. ده اسمها الشاشه دي او الباب اللي بسلك ده يا جماعه بنسميه سكرين او مش بنسميه احنا هما بيسموه يعني سكرين دور في امريكا. في امريكا بيسموه سكرين دور. فبس قلت اقول لكم ما اعرفش ايه. طيب انا همشي كده. ممكن نخسر المحل دي مش متاكد بس هنشوف. هنبدا بواحده من دول. هنخلي الصف ده كله بيج مشرومز او مشرومز بتكبر يعني. فهنحاول نسرفايف بالمشرومز اللي ببلاش اللي هي دي. ننزلهم بدري بدري صح؟ تعالوا نركز معاهم ان احنا ننزلهم بدري بدري عشان نبقى ايه؟ يعني لحقنا وقتنا. يعني ده ينزل كده فاهمين؟ دي تنزل معاهم وهكذا. اوكي احنا محتاجين واحده لفوق. انا عايز بس اشيل بس ده. كنت بشحن الماوس بس فعايز بقى راحتي بقى لان واضح ان احنا هنضطر نتحرك يمين وشمال كتير. ماشي. هات ده وحط لي واحده كمان مشروم هنا. ده هيقوم بالواجب بزياده على فكره مش هيعوق معايا ده خالص. والمرحله دي ما فيهاش غير عالم واحد او هورد واحد بس هيجي علينا. اوكي واحده كمان جايه على نفس المكان كويس. خد قطمه واحده بس وما لحقش. تعال نحط مشروميه من اللي بيضربوا هنا عشان بس يبقى احتياطي. ونحط مشروميه كمان هنا. نحط واحده تحت. وهنبدا نملى الصف ده برضو مشرومز على ما دول يكبروا يعني. عايزين دول يكبروا بعد كده نبدا بقى نفكر في الحاجات اللي بفلوس فاهمين. هحط واحدة كمان هنا اهي. هما هيقعدوا ينزلوا قليل قليل بعد كده يزودوا. فمش لازم نقلق. اوكي واحدة كمان اهي. وواحدة كمان هنا. اكشلي ممكن نحط واحدة كبيرة كده. نجربها بقى لأن أنا مش فاكر دي بتعمل إيه. واحدة كمان كده. هات دي. حط واحدة كمان كده. ماشي. بس كده أنا مش عايز صن او اسمها ايه سان مشروم. اسمها سان شروم مش سان مشروم. سان شروم كده مش عايزين سان شروم تاني. انا بقى ممكن احط بقى وول ناتس كده على الصف ده كله. ماشي ماشي انا ممكن اشيل دي واحط ده
كويس انا عملت كده اصلا. ماشي والله ممكن ازود، ممكن ازود من دول بس ببلاش، لما احتاج اشيلهم اشيلهم فاهمين. اوكي عايزين بقى نبدا نفكر نحط ال 100 فين. بس اول تعال نحط ايوه دي كده ماشي كويس ان السكرين دول هنا اصلا، قصدي الوولنت هنا. ماشي دول بداوا يكبروا خلاص فكويس، فاحنا ممكن نحط واحده من دول كده هنا. ماشي ممكن نحط بقى ايه الصف ده بطاطس، نحط وولنت هنا. حلو 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 قوي. انا حطيت الوولنت في مكان محظوظ بشكل غبي يعني. شيل ده احط مكانه كبير. ماشي بعد كده عايزين نحط بقى وراها بي سبراوت من دي او بي بي شو احطها غلط. عملت ميس كليك يا اخوانا، والله عملت ميس كليك من غير ما اقصد. طب طب ايه هيلحقوا يترو؟ مش عارف هيلحقوا يترو ولا لا الصراحه. اه هيلحقوا يترو. ماشي كويس كويس، هو هيتعذب شويه بس قشطه. ماشي طيب ماشي هات الفلوس دي بقى. معانا فلوس على فكره يعني، احنا هنعرف النهارده انا هنكسب ايه ولا هناخد ايه. حط هنا بطاطسايه، يا رب دول يموتوا ده بس قبل ما يوصل البطاطسايه عشان محتاجينها بعدين. يتلو بقى ما تبوش كده، الله يخرب بيوتكم. ماشي ده محتاج نتصرف معاه بسرعه ضروري. طب خد ده بقى كل في ده، انا منزلك ده بس انا ضحيت بواحد من اللي ببلاش عشان بس نخلص من ده. اوكي نبدا بقى نزود. ايه ده اخر ويف، دي اخر حته يا جماعه. ايه ده ايه الهبل ده من هنا؟ طب حط ده هنا. ماشي عايزين حاجه تاني، حط ده كده بسرعه بس، حط بس دي هنا. ماشي نزلوا لي انتوا شمس بسرعه، هو بينزلوا شمس بسرعه قوي الصراحه. حط ده كمان هنا حلو قوي، حط ده كده وحط ده هنا خليه يتاكل. ماشي ماشيين كويس قوي والله، ماشيين كويس قوي. يا ترى بقى هنعمل ايه بالفلوس دي بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي 75 ده؟ ايه ده انا مش فاكر ايه دي؟ ايه ده؟ ايه ده انا مش فاكر البتاع دي خالص خالص. جريف باستر planted on a grave to remove the grave. اوه حلوه دي، دي بتشيل القبور. ماشي عايز تشتري مكان زياده للبذور؟ اوه ب 750 دولار هديك مكان 7 بدل 6. ايوه طبعا عايز. اوكي كده نقدر نشيل كذا حاجه زياده. اوكي هنشيل حاجه واحده زياده. ماشي ماشي ماشي، بعد كده ممكن نقدر نشيل 8 كمان لو عايزين، بس دلوقتي نقدر نشيل 7. فهنشيل اللي ببلاش وهنشيل ال 25 دي كانت جامده جدا عايزينها. الوولنت محتاجينها، واللي بيشيل الجريفز معانا مكانين كمان بقى، فبي شوتر العاديه طبعا لازم، والبطاطس اظن كده كويس، اظن كده كويس قوي. احنا مش محتاجين الشمس في حاجه او الصن فلاور في حاجه، فاحنا كده ماشيين كويس قوي. المرحله دي هتبقى المرحله الاخيره لان المنبه هيرن في نصها، فا قلت اقول لكم بس كده في السريع ان دي ايه تبقى المرحله الاخيره اللي هنلعبها النهارده. اعتقد بعد كده لما اسجل اللعبه دي هتبقى نص ساعه من عمان، ها يعني دي تقريبا اخر مره اسجلها من مصر، فدي حاجه كويسه ليكم لان كده هنعمل فيديوهات بقى طويله ليها، يعني مش طويله قوي بس طويله شويه زياده يعني. بس ماشي انا قاعد مستني نفس التكنيك بتاع المره اللي فاتت، مرحله طويله للاسف فلازم نخلي بالنا. اكشلي انا مش لازم، انا ممكن استنى المنبه يفصل وابقى اكمل في عمان على فكره، وغالبا هعمل كده عشان الفيديو اللي سجلته قبل ده كان ايجنت انترسبت، هتلاقوني لابس نفس اللبس. يعني هو طويل بزياده وده هيتعبني انا في الابلود لان انا لسه بابلود من مصر يعني، بس ف الباقه بتروح. انت بتتكلم في فيديو ب 4 جيجا مثلا من ال 100 جيجا ولا حاجه اللي عندي دول، والفيديوهات او ال 100 جيجا دي مش انا لوحدي بستخدمها يعني في البيت يعني، لان عندي ابن خالي هنا واختي هنا ومش عارف ايه، ف بس فلازم اخلي بالي. معلومات ما تهمكش بس مهمه يعني، دي الفقره اللي احنا عملناها دلوقتي. بس فغالبا اول ما المنبه هيرن هنوقف، لان اللعبه اصلا لما بتوقف في حته بيكمل لك من بعد الحته دي فاهمين. ماشي احنا متى ماشيين صح قوي. تعال نحط ده فين؟ نحطه هنا. مش هنحط بطاطس، نحط مشرومز من دي تاني. نفس الحوار الصفين دول مشرومز كبيره، الصفين دول مشروم صغيره لغايه بقى ما نعرف نتصرف يعني. بس لازم نشيل القبور دي، ضروري نشيل القبور دي. عايزين نجرب نشيل واحده هنا، هات اقرب واحده لينا هي دي، خليني اشيلها. ده افتكرت الشيء ده، افتكرت الشيء ده. هو كان شكله كده طول عمره؟ ما اظنش كان شكله كده طول عمره، مش عارف. ماشي خلي دول يضربوا كده، هو للاسف هياكل ده فانا لازم احط دي.
يعني هو اول ما هياكل البتاعه دي لازم احط مكانها دي. ماشي، بعد كده احط ده هنا. حلو، شيل القبر ده. ماشي، بدأوا يكبروا الحاجات دي فكويس قوي. حط ده هنا دلوقتي. منبه رن. طب نخلص من الاتنين زومبيز دول عشان ايه نوقف هنا؟ بس خلصنا منهم. ماشي، منبه رن يا جماعه. وبكده دي هتكون اخر مره نسجل اللعبه دي من مصر. ماشي، فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والمشتركين. انا كنت عايز اطول الصراحه في الفيديو النهارده، بس انا افتكرت موضوع ايجنت انترسبت ده محتاج اعمل له ابلود، يعني هيبقى كبير قوي الفيديو يعني، فيلا مش مشكله. عموما اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هنكمل اللعبه دي مع بعض لغايه اخرها ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي، و سلام.